Oh, tu era Mamurai. يا اخوتي السلام عليكم. فيديو جديد في دويره مع مورايد واخيرا بعد طول انتظار عاد كتبت ديما كل فيديو تنقول لكم اليوم غدا غير مساله وقت اخوتي. والله ما تلقاش الوقت الخدمه اللي هي ما تنساليش حيت ماشي عندي الموتور في حياتي. عندي حتى الدومين ديالي موتور ماشي وباش انا كنضرب الخبز هضره غير هوايه تنعشقها تنبارطاجيها معكم. هادشي اللي كاين. المهم الدويره مع مورايد استثنائية. كنت خرجت مع واحد جوج دراري مع واحد الدري والد وهاد الدري هذا اللي غادي يخرج معنا دريس. حتى الاخر فاش جيت قلبت الكاميرا في الجو برو وداكشي لقيت بلي الصوت ما كانش مسجل في خطره لا الفيديوهات بجوج لا الفيديو ديال والد لا الفيديو ديال دريس. والد دابا مشى بحالو ولكن دريس مازال معنا. غادي نعاودو عاوتاني مره اخرى ما عندنا ما نديرو اللهم مع واحد ولا مع بلاش. غادي نعاودو نخرجو مع دريس ونعاودو نفس الديكور اللي عشناه باش تعرفوا هادشي اللي غتشوفوا دابا راه ديجا صورتو معاه وما تسجلو الصوت. هادشي علاش بقاو معنا من بعد الانترو تشوفوا شنو كاين. يلا معنا خويا ادريس ركب مره اخرى. خويا ركب الفيديو اخويا ما كتبش الاول نعاودو اخويا ما عندنا ما نديرو. يلا ما يضيعش النهار هكاك. كما قلت لكم اخوتي في الاول صورنا فيديو تاسع لينا في الاخر الصوت ما كاينش. اش غادي 40 دقيقه الكاميرا تتصور الصوت والو. الدري وليد مشى يعني يسمح لينا. المهم راه عاش هو التجربة ديال الموتور مي ما غيكونش معنا في الفيديو للاسف. مي دريس اكتشف الصوت هو مازال معايا داكشي باش قلت له زيد اخويا نعاودو بعدنا ما نديرو. المهم خويا دريس نهار كبير هذا اخويا. الله يلا بصرف ليا بالله ما يفكناش. مرحبا اخويا الله يودي تبارك الله ملي مطالع خصوصا شرف ليا اخويا شرف ليا. راه كاينين دراري تبارك الله راه طالعين كاينين تبارك الله فيها مستويات زوين. شحال هذه كنا كنسمعوا غير موتو فلوغين كاين غير في كازا غير الدراري في كازا كنشوفوا موتور كبير بصفه عامه كنتخيلوا به بحال اللي راه ما عجبنيش. شي حاجه يمكن دابا ولا فيها الماطر موجود تبارك الله خصوصا دابا ملي بان الدراري تبارك الله بحالكم وفاتيكيف والمستوى. الله يحفظك الله ودي الرياضه هذه غادي تبان بصوره نقيه وزوينه للناس غادي يفهموا ويعرفوا بزاف ديال الحوايج. يعني الدراجه الناريه راه ماشي غير كاع ناسها خايبين وكاع ناسها ماشي غير ركب وكسيري ودير البساله ودير يعني الدراري تبارك الله كيديروا شي مبادرات زوينه بحال هكا. دابا انت تبارك الله يعني الفرصه لولاد الشعب انهم يجربوا الموتور ويجربوا هاد الاحساس هذا وهذه حاجه زوينه كنشكروك عليها حنا. شرف ليا اخويا هذا كنحاول ما امكن نعطي صوره زوينه على الموتور المغربي فهمتي. حيت كاينين عندنا دراري تبارك الله راه متقفين وواعيين ولكن كما عندنا هذوك الزوينين كاينين دراري عاوتاني تيخيبوا الصوره ديال الدومين فهمتي. كيعطوا صوره خايبه فهمتي. مثال هذا الشيء كيما تيقول لك وهذه خفى القمر كدوي على نفسك تبارك الله. ما نقولوش انا الله يحفظك كاين الله يسهلك الله يسهلك. يعني الانسان كنعرفوا قبل ما بدا يدير اصلا اليوتيوب. الحمد لله راه كاينين دراري تبارك الله كاينين بزاف. راه انا براسي راه هادشي بديتو كنت انسبيريت من دراري اخرين تيديروا هادشي بطريقه نقيه ماشي غير جيت وبديت. والمهم ان شاء الله نعطيو صوره زوينه والناس يوليو يشوفوا الدراج المغربي بطريقه احسن. غتعطيها ان شاء الله. كاولاد الكناس يعني كدراري كنعرفوا الموتور يعني غادي ندعموك يعني حتى غادي توصل ان شاء الله. بانك الله يسهل عليك اخويا الله يحفظك. لا معنا الناس بصفه عامه زوينه لا مع الله زوينه كما قلت لك انا. الله يحفظك. فعلا راه يعني ماشي سهله باش توصل للقلوب ديال الناس. يعني باش كنشوف انا براسي الفيديوهات ديالي كيأثروا على الناس بطريقه ايجابيه راه تنحس بالفخر فهمتي. بحال الفيديو ديال افران الدري الصغير اللي ما شتش كومونتور ديال الباراج ب 300 درهم كيفاش تفاعل معاه ولا الموتور. يعني بارا تقدر كان واحد النظره خايبه على الموتور ولكن فاش انا خليت ولدو مسكين يفرح هكاك ويعنقني وداك الشيء انا حط لكم اللقطه هنايا. هادي ماري كاع وكسيري صافي يلاه بقى برك على هاد البطونه هادي شادي ماري. يلاه دور بركه دور هادي جهه اخرى يلاه صور شي فيديو صور شي مشكل.
يلا بصحة بصحة مرحبا درتي تويرة درتي تويرة كاع ما تنساليش هذه كتبقى في بالي حياتي كامله يعني راه ماشي سهله يعني الحوايج اللي ما يتنساوش في الذاكره والحوايج فعلا هادو هما الحوايج الزوينه في الموتور هادشي علاش الموتور كما قلت لهم راه كجالهم في واحد والفيديو ديال الدري اللي دار معنا دويره مع مورايد فاس راه بسبب فيديو ديال الافران مو بغات تشري له الموتور قال لهم ما كتقتنع كانت كتاخذ نظره واخد نظره خايبه على الماطر حيت خصوصا فاس الدري اللي باس لي شي شويه ماشي اغلبيه كانت واخد هاد النظره خايبه وكيفاش شفت الفيديوهات ديالي تبدلات لها النظره يعني كما كنقولوا حنايا وريتي هاد فوالا هادشي اللي باغي انا نوصل بالضبط هادشي علاش انا داير هاد المحتوى هي انني نخلي الوالدين ونخلي الناس يوليو ياخذوا نظره زويونه على الموتور ما ياخذوش عليها غير الكابراج بساله هربوا البراج فهمتي لا يعني راه كتقدمتي مني هنايا حتى حنا راه تعلمنا منك بزاف الله يحفظك شرف شرف ليا خويا ادريس كما كنقولوا حليتي لنا على عينينا على شي حوايج اللي ما كناش كنشوفوهم يعني كما قلت انت كتعرف الموتور غير كبوكسيري وزيدو فوالا كان في الاول غير دوك الطريقه اللي طرحتي لنا فيها يعني حتى الدراري كيفاش كيطرحوا لوالديهم الموتور كيفاش كيقتنعوا بان الموتور راه حاجه زوينه وهذا الشيء هذا راه تنديرو ماشي زعما تنوجد له راه تلقائي داك الشيء اللي في بالي تندير بحال اللي كنهضر مع شي دري كندير بحال اللي كنهضر مع شي دري صاحبي ولا كما كنهضر مع والديا ما تنتصنعش حاشا ولله تيبقى فيا العاب باش نشوف شي دراري تيقدموا هاد تيديروا محتوى زوين ولكن بحال اللي كيتصنعوا في الهضره ديالهم تلقاه هو راك عارفه في الواقع كيفاش كيهضر معاك وكيمشي ليوتيوب وبقى يتصنع بقى يقول شي كلمات بالفرنسي شي كذا تتحس به ما تيدخلش لك ما تيوصل تبع كيك فوالا فوالا طلع غادي يكون غادي يكونوا كيلاحظوا هاد الدراري اللي تتفرجوا فيا يعني تنهضر عادي ما تنستعمل لا كلمات مزوخه لا والو داكشي اللي في خاطري تنقولوا خير مثال هو انني انا كنقول لكم قسما بالله اول مره صونيت على هاد السيد هذا ما كيبنيش انه ما كيعرفنيش وصيفط لي لوكاليزاسيون جيت معاه وجلست معاه في القهوه ورحب بيا له هو الله ديالو مرحبا شرف ومشيت سبحان الله يعني فرحت شرف ليا اخويا الله اودي سكت الموطري باش نسمع هضرتك حيت البو ما تخليناش نسمعوا الهضره كاع وان شاء الله ان شاء الله نشوفوك حتى انت بشي موتور كبير كدير واحد المثال هو ان الانسان اللي كيفرق ما بين العمل ديالو يعني داكشي كامل مصون عند نفسه يعني انسان تيقف نفسه كيصنع داكشي بنفسه الحاجه الزوينه اللي كتعاوننا حتى حنايا الله يحفظك حاجه راس كتخدم فيها كتحط وتضرب عليها انا ضربت قلت له ما ضربتش التحوفير خدمت في البني خدمت شي واحد اخر ما يرضاش يقول له خدمت في البني انا خدمت في البني وخدمت في تابلومبيت زليج اي ضمن يبان لك تقاتل شريت نيترو وانا طالع الحمد لله الانسان باش كيكون انه كيحصل على واحد الحاجه وكيوصل لها راه هو بحد ذاته انجاز كبير شحال واحد تيسولني تيقول لي اول خدمه خدمتيها تيصحابهم زعما راه ضروري خص تكون خدام شي خدمه اللي كتدخل الفلوس بزاف باش تشري موتور راه غير خصك انت تعرف شكون تقدر تحرم راسك بشي حوايج اللي تيديروهم الناس عاديين ولكن ماشي مشكل لاجل الحلم ديالك هانيه واخا تجمع مهم ويسهل الله امين اخويا الله يحفظك دابا شاد ندير شويه ديال البساله البساله بالعقل اه ماشي البساله ديال شي حاجه طيش ضروري ضروري كابراج دي زيان زيان امبيلونس امبيلونس دويرة مع مورايد دويرة مع مورايد ¡Tres! ¡Uno!
ناطي يا خويا الرياح ادرينالين توقع لك احسن حاجه يمكن لك توقع لك في النهار ديال الرياح. يصل عليك مرايد يقول لك دواره مع مرايد بدون بروغرام. انا براسي ما كنتش عارف جاتني لقيتها خاويه في الخدمه عاودت لدريس. مرحبا 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 الله ودي ادرينالين كيتحرك ولا والو. دابا غتمشي غتمشي للامتحان الكود غتمشي له ناشط تمشي له هو هذاك صراحه الله. دابا يقولوا لك شنو خصك دير لك انا جوج طوموبيلات قدامك تقول لهم كابرو بيناتهم. صافي نقول لهم كابرو تبع قواعد المراجعه سخون. عرفتي شنو وقع دابا؟ لا بي اس هي شعلات مشى لي لا بي اس السوكان ديالي مولف بلا بي اس يعني هاد الفران نورمالمون ما خصهاش تزلق. لا بي اس راه وقع هاد شي مشكل نسكت ونعاود نديماري نشوف شي مشكل شي فيش ها هو طفى. لا بي اس كان مشى داك الشيء باش لصقات الرويضه هذا هو الدور ديال لا بي اس علاش مفيد الا لصقات لك الرويضه تيرخيها وما يخليهاش تزلق بحال هكا. لا باش راه حسيت بها دغيا رخيتها انا عاوتاني واحد اخر يقدر يبقى شاد الفران. الخبره فين كتبقى انت فهمتي فوالا. لا بي اس راه مشى على غفله فوقاش كان الامتحان 18 في الشهر 18 في الشهر ان شاء الله. شو ناشط الامتحان واش مشي قاري هو هذاك ضروري شي من بعد هاد الخرجه ديال النهار هذا قلت لك انني غادي ندير هذيك التيرمي ديرو بين عينيك كيولي حاجه اكيده ومؤكده باش زيد تولي عندك مزيان الرغبه للبيرمي عطيك تسوق هنايا واحد شي شويه اركب معاك. صراحه الله ما شعر فهمتي بغيت نجرب هذه القضيه ديالي ما لقيتش والله. علاش؟ انا كنشكرك على الثقه اللي تقتي فيا وني ماشي مشكل اركب معاك ماشي عطاك بوحدك انا حيت عارفك كتسوق اركب لي بوحدي وني لا اللي بغيت اخويا ادريس بغيتي دابا اركب معاك موراك وسير بشويه تعبر التوازن الموتور راك عارف خاصها تسوق ماشي شي واحد. نفسي انني نجرب هذا الشعور عاوتاني كانسان يعني ما نقدش فهمتي نمشي نريسكي بواحد البياسه ديالو حيت انا باقي مبتدئ فهمتي. انا نوقف معاك نشد معاك نركب معاك اللور نخليك تتقلع بشويه وداك الشيء هذه احسن حاجه. مرحبا اخويا الله يودي ما عمرك جا شي واحد وما غاديش نقول لها شي واحد حيت انت جاي راه عارفك انا في فلاش فلاش ديالك هكا ولا قبل يعني كبير عليك شي شويه فاش كنت انا كنعسق في الماطر وداك الشيء ما كانش هاد الموتوفلوكين في المغرب معروف ما كانش شي واحد تيدير دويره مع فلان ولا كذا فهمتي يعني كون كان ديك الساعه انا ما عرفتش لي عشان باش كنت غادي نحس يعني. ودابا فاش وصلنا حنا لذاك الشيء علاش غادي ندفعو كبير ولا شي حاجه بالعكس غاتشارك داك الشيء انت اللي ما لقيتيهش بحال شي واحد مثلا ما تيعيش شي حاجه باش كان صغير وفاش كيكون عنده ولادو تيولي تيبغي يشوف فيهم نفسه في الصغر بحال هكا تقريبا فهمتي كيفاش يعني داك الشيء اللي ما حق ما وصليش انا كنبغي نشاركو مع الدراري وتحس بالفرحه مشتركه وكيبغي يعاون يعني في سبيل الله يعني يخلي يدخل الفرحه على الناس راه شي حاجه اللي كبيره. افيك بليزير اخويا افيك بليزير والله الا كاين اليوم ماشي غير قضية فرحة شي حاجه اللي مهم شي ليله ليله اللي غادي النهار اللي غيبقى في الذكرى ما تنعسش هاد النهار واقيلا ياك زغور ما تعكاش عليا ولا شي حاجه رجع نوصيكم وصلنا مليون افوني باش يمكن هاد الكامله تركب فوق فيها هاد السيد. مرحبا مرحبا والله ما كرهت الدري اللي مسيفتها لي كاملين نضرب بهم دوره وكاملين ندوز معاهم نهار ولكن الوقت ما كاينش شويه بشويه كتعجبني في هذه القضيه ما بين انسان كيوازن بين جوج حاجات الهوايه ديالو والخدمه ديالو. حتى الخدمه راه ما بعيداش على الدومين حتى هي عندها علاقه غير مع الطريق. هاد الخدمه ديالكم راه صعيبه صراحه الله يكون لكم في العون. Woo!
السلام عليكم. كاين شي فيديو ناضي تما؟ نشوف اخويا وريني. صيفط لي هذا، صيفط لي هذا الفيديو، صيفط مورايد. مورايد تتفرج؟ ياك ياك الله يحفظك. خويا دريس مرحبا بك معنا مره اخرى، قدم لينا راسك بعدا الدراري يعرفوك. خويا مورايد معكم دريس من مكناس 21 سنه ومعشق الدراجات الناريه ومورايد بالخصوص. شرف لي يا خويا، شرف لي. قول لي كيفاش الخريجه معايا؟ صراحه الله شي حاجه اللي كيتمناها اي واحد، يعني ما طيحلكش على البال شي حاجه اللي واخا تبغى حتى هي ما توصف فيها ما تقدرش. كبرينا شويه، ضرب لينا شويه، هذاك الشيء من كل فنين طرف. ياك الادرينالين طلع شي شويه، ياك حسيتي به؟ خصوصا ملي كتركب مع انسان متمكن من الدومين ديالو وكتشيق فيه صراحه. الله يحفظك، الله يحفظك. شرف ليا خويا، راه تيعجبني الحال. انا اكثر فاش كنشوف الدراري اللي معايا يعني ناشطين وعاجبهم الحال، والله الا شرف ليا. الحاجه هي انه كيخلي الشباب الدراري مساكن اللي مازال ما تاخذهمش فرصه انهم يركبوا على موتور، كيعاونهم بهذه القضيه هذه وكيخليهم يجربوا له. ابسط حاجه يمكن نديرها، هذه اقل حاجه يمكن نديرها. وكدوز البيرمي ياك؟ كندوز البيرمي. كدوزو عند منتصر؟ صديق ديالي. اييه خويا منتصر، تهلانا في الدراري، راه كيما وصيتك والله الا وصيتك قلت له الدراري اللي جاوا عندك تهلا فيهم، قلت له تهلا فيك في عدد الحصص. خوتي هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هادي، خليونا لي لايك ديالكم لي كومونتير زوينين بحال ديما، واللي ما دارش سبسكرايب يدوز يديرها. وهذا ما كان في هاد الفيديو هادي، الله يحفظك، شكرا بزاف. خليكم مع هاد البلاي ليست هادي ديال دويره مع مورايد الاولى، وهذا اخر فيديو، طلعوا له التفاعل وتلاقاو في فيديو جديد. بيس.